الفلسطيني الإسرائيلي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لبحث جهود إرساء التهدئة في قطاع غزة. وعقب اللقاء أكد الرئيس عباس أن مصر ستوجه الدعوة للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة في غزة، وقال إن مباحثاته مع الرئيس السيسي ناقشت سبل التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية. وعقب اللقاء أكد الرئيس عباس أن القاهرة ستوجه الدعوة للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى طاولة المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ولمناقشة القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. زيارة هامة جدا، هدفها الأساس هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر هنا في أقرب فرصة أو وقت ممكن، لنتفادى مزيدا من الإصابات، مزيد من التضحيات، مزيد من الشهداء، مزيد من التدمير. وهذا الموضوع تفاهمنا عليه مع فخامة الرئيس، ونأمل أن يكون في أقرب وقت ممكن دعوة الطرفين لاستئناف هذه المفاوضات التي توقفت قبل بضعة أيام. الرئيس الفلسطيني أكد أيضا أنه لابد من إيجاد حل نهائي للأزمة الفلسطينية والتي تتكرر من آن لآخر. وأشار عباس لأنه تباحث مع الرئيس السيسي على معالم هذا الحل وكيفية طرحه مع بقية الأطراف المعنية. وقف شلال الدم، وقف هذه الأعمال التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات. وأوضح الرئيس عباس أنه من المهم حاليا وقف شلال الدم والأعمال الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤدي إلى مزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة. وأشار عباس لأنه فور توقف تلك الاعتداءات فإنه يجب إرسال المساعدات الإنسانية، ومن ثم تأتي مرحلة إعمار القطاع. نحن ما يهمنا الآن وقف شلال الدم، وقف هذه الأعمال التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات. وعندما تتوقف، وفور أن تتوقف، يجب أن يبدأ الدعم الإنساني والإعماري لغزة. بمعنى في اليوم الذي يتوقف فيه إطلاق النار تبدأ المساعدات الإنسانية، الماء والغذاء والدواء وغير ذلك، والإعمار لقطاع غزة برعاية دولية، ليس لدينا أي مانع في ذلك. ثم بعد ذلك ممكن أن يجلس الأطراف بعد أن تتثبت الهدنة، يجلس بعض الأطراف ليتحدثوا بكل المطالب التي يضعونها على الطاولة. إذن المطالب تأتي لاحقة لهذا الموضوع. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله السيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح. سيد أسامة، بعد الترحيب بك، يعني كيف تبعت لقاء اليوم وتصريحات الرئيس عباس عقب لقاء الرئيس السيسي، وهل يمكن، هل هناك جديد للاستجابة لدعوة مصر للطرفين إلى استئناف المفاوضات؟ مساء الخير. نعم، الرئيس أبو مازن في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري وبعد لقائه مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوضح معالم الأفكار التي تم طرحها بشكل واضح، وهي أن الأولوية هي لوقف شلال الدم النازف في قطاع غزة، وهذا كان موقفنا ووقف القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى عندما طرحت المبادرة المصرية. ولكن هناك بعض الأجندات الإقليمية، وهناك بعض الدول الإقليمية التي تريد إقامة خلافة إسلامية على حساب الدم النازف في فلسطين. القضية الثانية أنه في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان على شعبنا الفلسطيني يجب أن يكون هناك ضمانة دولية وضمانة بالاتفاق
لها علاقة بإدخال كل ما له علاقة بإعادة الإعمار والمواد الغذائية والإنسانية. الكل يعلم أن في قطاع غزة اليوم 300 ألف مواطن فلسطيني في العراء، هناك لا يوجد كهرباء، لا يوجد مواد غذائية ولا يوجد بنية تحتية. ومن ثم بعد ضمان هذه القضايا يمكن الحديث والجلوس تحت وقف إطلاق النار وعدم وجود أي ضحايا والبحث في كافة القضايا. القضية الأهم من ذلك كله هو اليوم التالي للعدوان الإسرائيلي أو وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، إذ يجب طرح القضية من جذورها وهي قضية الاحتلال الإسرائيلي. وهذا موضحه فخامة الرئيس أبو مازن في اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، أنه آن الأوان لإنهاء القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية والشرعية الدولية. لا يعقل أن نكون في هذه الدوامة كل سنة وسنتين، نعم. لأن أصل المشكلة لم يتم حله وهو الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان. نعم، يعني سيد أسامة، ما فهمت منك أن هناك بعض الأطراف التي تدخل على الخط لأنها لا تريد هذا العدوان أن يتوقف أو تعرقل هذا العدوان عن توقفه، يعني مزيد من الشرح لهذه النقطة. وبرأيك هل الجهود الحالية يمكن أن تقطع الطريق على هذه الأطراف؟ يعني الرئيس أبو مازن كان منذ اللحظة الأولى قد دعا كافة الدول إلى التعامل مع المبادرة المصرية، لأن القضية الأولى الملحة كانت بالنسبة لنا هي وقف شلال الدم الفلسطيني النازف في قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا هو المطلب لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. القضية الثانية هو أننا لا نريد لدولة إقليمية في المنطقة أن تصفي حساباتها مع جمهورية مصر العربية على حساب دم أطفالنا في قطاع غزة، ولا نريد أن نوضح أكثر من ذلك. هناك دولة إقليمية عطلت المبادرة المصرية، وهناك أصابع، وقال السيد عزام الأحمد في العديد من هناك أصابع خفية لدولة إقليمية تحاول العبث وتصفية حسابات مع جمهورية مصر العربية. نحن قلنا وتمسكنا منذ اللحظة الأولى بالمبادرة المصرية، كان هناك ملاحظات عند الإخوة في بعض الفصائل أننا نريد ضمانات، تبنت مصر هذه الضمانات، قالوا نريد مذكرة تفصيلية لها علاقة بآليات رفع الحصار، تبنت جمهورية مصر العربية، لأن مصر ليست وسيطا، مصر تقف إلى جانب الطرف الفلسطيني تاريخا وحاضرا ومستقبلا. لذلك عملية المزاولة كانت على مصر كانت تهدف إلى تصفية حسابات. الرئيس أبو مازن اضطر للتعامل مع كافة الأطراف من أجل الخروج بموقف واحد وعدم وجود عثرات في الطريق. المهم بالنسبة لنا وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الموقف السياسي مدعوم من جمهورية مصر العربية كقائد للأمة العربية ودورها المؤثر على المستوى العربي والمستوى الإقليمي. شكرا لك سيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. قال القيادي بحركة حماس محمود الزهار إن المقاومة الفلسطينية لن تقبل أي قرارات دولية تمس سلاحها وأدواتها أو أي قرارات لا ترفع الحصار كاملا برا وبحرا وجوا عن قطاع غزة. كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وينص مشروع القرار الأوروبي على وقف إطلاق النار بشكل دائم وفوري، ويطالب بعودة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية فضلا عن حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة إلى القطاع عدما تسمح به السلطة الفلسطينية. كما ينص مشروع القرار على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن غزة للسماح بعمليات إعادة الأعمار والمساعدة في تيسير تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع. وصف الناطق باسم حركة حماس مشير المصري موافقة الحركة على التوقيع على الورقة التي طالب بها الرئيس محمود عباس للتوجه إلى روما، وصفها بأنها فرصة لموقف وطني جامع. كما قال المصري إن المقاومة الفلسطينية ليس لديها ما تخشاه كونها مقاومة مشروعة طبقا للقوانين والشرائع الدولية. أعتقد أن هذا الموقف هو موقف وطني جامع دافع للسلطة للتوجه للتوقيع على ميثاق روما وعدم توفيت الفرصة، بخاصة أمام ارتكاب العدو الصهيوني لهذه المجازر والمذابح بحق الأبرياء من أبناء شعبنا. ليس هناك ما تخشاه المقاومة الفلسطينية التي تمارس مقاومة مشروعة كفلتها القوانين والشرائع الدولية ومارستها كل الشعوب التي تعرضت للاحتلال، وهي في موقع الدفاع عن الشعب.
ميدانيا استشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم امرأتان وطفلان، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيما نصيرات وسط غزة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى نحو 2,100 شهيد. وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على الأراضي الزراعية في شمال ووسط وجنوب غزة، ومنها غارتان استهدفتا أراض زراعية ببلدتي بيت حنون وبيت لاهيا شمال القطاع، وغارة ثالثة شرق مدينة خان يونس في الجنوب. كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة وجباليا وشرق مخيم لبريج. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مراسل النيل عمر البشير. عمر، آخر التطورات الميدانية في غزة؟ استمرار الغارات الإسرائيلية وبشكل متصاعد في الساعة الأخيرة، غارات على معظم محافظات قطاع غزة بشكل متزامن، وسمع ذوي انفجارات من معظم المحافظات. نتحدث عن وهناك أيضا شهيد في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن استهدفت إحدى الطائرات منزل لعائلة. شظايا دمار هذا المنزل انتقلت إلى منزل مجاور ما أدى إلى استشهاد طفل، يصبح إجمال الشهداء 8 شهداء. أيضا هناك قصف في الزيتون شرق مدينة غزة والثالية في شمال القطاع، علاوة على غارات متواصلة على أراض زراعية وأراضي على منطقة الحدود مع مصر في رفح جنوب رفح، وهي مثل تعرف منطقة الأنفاق. قصف مدفعي أيضا إسرائيلي متواصل، وكانت إحدى القذائف سقطت على شارع الجلاء في وسط مدينة غزة، ولكن لم يذكر هذا القصف المدفعي عن وقوع إصابات. المقاومة من جانبها أيضا ردت بالمثل بعمليات إطلاق قذائف متعددة على إسرائيل. هناك حركة حماس قالت أنها قصفت محطة غاز إسرائيلية قبالة سواحل غزة للمرة الثانية، أعلنت مسؤوليتها قبل قليل. وأيضا كيبوتس العين الثالثة، وهي منطقة في غلاف غزة، منطقة إسرائيلية، قررت إخلاء العائلات نظرا لتساقط القذائف الفلسطينية بشكل مكثف عليها، وهي حالة نزوح جديدة في هذه المنطقة. هذه التداعيات الخطيرة تزامنت أيضا مع تطورات سياسية تدعو الطرفين إلى قبول هدنة لأجل غير مسمى واستئناف المفاوضات. الآن لم يخرج رد فلسطيني على هذه الدعوة المصرية ولا أيضا رد إسرائيلي، ولكن ما جاء على لسان موشي يعلون قال أن الجهود الآن تصب لإجبار حماس العودة على طاولة المفاوضات إلى طاولة المفاوضات، وكأنه يريد أن يقول أن إسرائيل توافق العودة، وكأنه أيضا يريد أن يقول أن إسرائيل هي من تلزم المقاومة بالذهاب إلى طاولة المفاوضات. ولكن قبل هذه التصريحات وقبل موقف مصر، المقاومة قالت أنها منفتحة على أي جهود سياسية جديدة من مصر، وهي ترحب بأي خطوات إيجابية من مصر. نعم، عمر بشير مراسل النيل كنت معنا على الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الشأن المحلي. افتتح رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب كوبري فوكا بمحافظة مطروح. جاء ذلك خلال زيارة محلب برفقة عدد من الوزراء لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث دشن مشروع تنمية المنطقة وظهيرها الصحراوي. وخلال جولته التفقدية للكوبري استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن أعمال الكوبري من مسؤول هيئة الطرق والكباري، حيث شدد على أن مصر تشهد طفرة تنموية، وأن المشروعات القومية التي بدأت الدولة في تنفيذها توفر فرص عمل كبيرة، موضحا كذلك أن تطوير منظومة الطرق يساعد على إحداث التنمية وحل أزمة المرور. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد أبو الحسن، مرافقا لرئيس الوزراء في جولته بالساحل الشمالي. أحمد، يعني تطلعنا كيف تسير الجولة حتى الآن، وما تبقى من المنطقة؟ منذ قليل اختتم المهندس محلب جولته إلى الساحل الشمالي. هذه الجولة شملت تفقد العديد من المشروعات الهامة، منها منطقة مارينا الجديدة، والتي أكد المهندس محلب على ضرورة إعمار تلك المنطقة أو هذه المدينة بزيادة التجمعات السكانية، خاصة وأن معدل الزيادة السكانية، وهذا تصريح على لسان السيد رئيس الوزراء، في أن الزيادة السكانية
المعدل الحالي يتزايد بنسبة 2.5% سنويا، وخاصة في منطقة الدلتا التي تشمل العديد من الزيادات السكانية. صرح المهندس محلب أيضا بأنه إذا كان مخطط الساحل الشمالي وهو المشروع القومي الثالث هو رؤية مستقبلية، فأصبح الآن هو ضرورة لا بد منها لتستوعب هذه الزيادة السكانية المطردة في الدلتا. كما تفقد المهندس محلب أيضا منطقة جديدة تسمى منطقة العمير، وهي محمية طبيعية. صرح سيادته خلال تفقده لهذه المنطقة الجميلة بضرورة الاهتمام بها لتصبح مكانا ترفيهيا وعلميا، إضافة إلى مشروعات مدينة العالمين الجديدة. كما افتتح المهندس محلب أيضا إحدى الفنادق السياحية بمدينة العالمين الجديدة، ويأتي ذلك في إطار التشجيع على الجذب السياحي لتلك المنطقة الواعدة سياحيا، وأيضا تشجيع المستثمرين لتحويل هذه المنطقة الواعدة إلى وإمكانياتها الكبيرة إلى منطقة جذب سياحي كبرى. عقب افتتاح الفندق السياحي بعد ذلك مؤتمر حضره السادة الوزراء المرافقين للسيد المهندس رئيس الوزراء والصحفيون أيضا. اجتمع خلاله المهندس محلب إلى مخطط التنمية في الساحل الشمالي من السيد وزير الإسكان. ونذكر أيضا في بداية جولة المهندس محلب إلى الساحل الشمالي بأنه قام الفوكة الذي يربط بين محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية. نعم، مراسل النيل أحمد أبو الحسن مرافق لرئيس الوزراء في جولته بمنطقة الساحل الشمالي، شكرا جزيلا لك. هذا وقد اختلف الخبراء ما بين مؤيد ومعارض لفكرة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا. رأى المؤيدون أنها تفتح الباب للاستغلال الأمثل لموارد مصر وتحقيق التنمية المتكاملة، في حين يرى المعارضون أنها سترهق ميزانية الدولة بأموال ضخمة. ما أن أعلنت الحكومة مؤخرا عن البدء في إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات حتى اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث اعتبر البعض أن القرار صائب لأنه سيساهم في إعطاء فرص متكافئة للتنمية بين المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. مصر في حاجة إلى خطة تنمية حقيقية. أعتقد أن تقسيم المحافظات بشكل هذا بشكل جديد يصب في خانة التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة للمصريين عموما، ويحد من نسبة البطالة. النهاردة عندنا محافظة وسط سيناء التي يستوجب تنميتها بشكل كبير، وهي فيها منطقة كبيرة صالحة للزراعة وأحد أهم الأدرع المهمة لمصر من الناحية الشرقية، وهي توطين ملايين المواطنين في سيناء. هذا المشروع الذي غاب طوال عقود طويلة منذ عودة الأراضي المحررة بعد 73. آخرون يرون أن القرار سيكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة لإنشاء المباني والهيئات الحكومية التي تحتاج إليها المحافظات، إضافة إلى عبء الوظائف والعمل الجديدة. إنشاء الدواوين والميزانية قد تكون في المدى القصير مؤثرة على ميزانية الدولة، لكن على المدى البعيد سيكون لها إفادة كبيرة بالنسبة لجميع المحافظات، خاصة إذا فعلا انتشرنا وبعدنا عن الوادي الضيق واستعدنا تعمير الظهير الصحراوي في كل المحافظات. لابد أن يصاحب تقسيم المحافظات تطبيق اللامركزية، بحيث أنني أعطي كل محافظة حرية إدارية وحرية في اتخاذ القرار وحرية في استكمال المشروعات التنمية. وتشمل خطة الترسيم ثلاث مراحل، الأولى خاصة بجنوب الصعيد انتقالا إلى المرحلة الثانية والتي تضم القاهرة والجيزة والسويس وجنوب وشمال سيناء، على أن تشمل المرحلة الثالثة وسط سيناء والعالمين والواحات. أشرف إبراهيم، النيل. أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أو بمعهد أمناء الشرطة في طرى 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر إلى فضيلة المفتي. كما حددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم على 2 آخرين من أعضاء الخلية اللذين يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر، ما أدى إلى قتل شرطي إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة. كما أرجأت محكمة
بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان في قضية الهروب من السجون إلى جلسة 15 سبتمبر. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهود الإثبات. تضم القضية بجانب الرئيس الأسبق 131 من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي. الشأن القضائي أيضا، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى 21 سبتمبر المقبل نظر أولى جلسات قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من شباب التراس أهلاوي. تضم القضية 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. وتعود وقائع القضية إلى المجزرة التي وقعت عقب مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012. كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد تنحت عن نظر القضية وأمرت بإرسال الملف لمحكمة استئناف الإسماعيلية لاستشعارها الحرج. أيضا أرجأت محكمة جنايات كفر الشيخ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة 86 متهما بقضية أحداث العنف التي دارت أمام قسم أول كفر الشيخ إلى جلسة 30 أغسطس الحالي. ويواجه المذكورون تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، استعراض القوة والشروع في القتل العمد وتخريب عمدي لأملاك عامة وسرقة المنقولات وحيازة أسلحة بدون ترخيص. للشأن الكهربائي، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني إن المواطن بدأ يشعر بتحسن ملموس بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ 3 أيام. وأرجع اليماني هذه الانفراجة إلى توفير كميات إضافية من الوقود لمحطات الكهرباء واكتمال صيانة بعض وحدات التوليد، مضيفا أن الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء والبترول سيكون لها أثر ملموس في مواجهة الأزمة التي أكد أنها ستشهد تراجعا كبيرا اعتبارا من غد الأحد. وشدد المتحدث على أن وزارة الكهرباء تناشد المواطنين الالتزام بسداد الفواتير وعدم الالتفات إلى دعوات المحرضين، مشيرا إلى أن شأنه هم شأن من يخربون المنشآت الكهربائية. يتوجه وزير الموارد المائية والري حسام مغازي غدا إلى الخرطوم للمشاركة في المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. تبدأ المفاوضات بحضور وزراء الري في الدول الثلاث بعد غد الاثنين وتستمر ليومين. وقال مغازي إن المفاوضات تعقد هذه المرة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد توقف دام 8 أشهر، وبعد اتفاق مصر وإثيوبيا على فتح صفحة جديدة عقب اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ديسالينا على هامش القمة الإفريقية في مالابو تتمثل في إزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة. بانوراما النيل مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. البرلمان العراقي يفتح تحقيقا في حادث إطلاق النار على المصلين في مسجد للسنة بمحافظة ديالى. عقب لقائه الرئيس السيسي في القاهرة، عباس يقول إن مصر ستدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى التفاوض حول تهدئة طويلة في غزة. حماس تعلن رفضها المسبق لأي قرارات دولية تمس سلاح المقاومة أو لا تتضمن رفع الحصار كاملا عن غزة. محلب يدشن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. ونتحول في بانوراما النيل لمتابعة أخبار المال والأعمال.
مع زميلة مجدة القاضي. الزملاء مي وأشرف شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية، وفيها استمرار الأوكازيون الصيفي على الملابس الجاهزة وتوقعات أن تصل نسب التخفيضات الشهر المقبل إلى قرابة 70%. قال رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة يحيى زنانيري إن الأوكازيون مستمر حتى انتهاء شهر أكتوبر الجاري بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 30% إلى 50%، متوقعا أن تصل إلى 70% على بعض المنتجات في الشهر القادم. وأضاف زنانيري أن الحركة التجارية خلال الأسبوع الماضي تأثرت في حجم المبيعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات تتوقف حينها المحال عن أي عمليات للبيع. وأشار زنانيري إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حركة البيع والشراء خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم المدارس. يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. أعلن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أن وزارته أعدت برنامجا شاملا لتوفير فرص عمل للشباب بمختلف محافظات مصر، وذلك من خلال تنظيم قوافل لتشغيل الشباب. وأشار عبد النور إلى أن القافلة الأولى ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من 26 وحتى 30 من أغسطس بمحافظة القليوبية في مركز مدينة كفر شكرى والقرى المجاورة لها، وذلك لخدمة الشباب الراغب في العمل هناك. وأضاف الوزير أنه سيتم تنظيم ملتقى توظيفي يوم 30 من أغسطس بمشاركة أكثر من 20 شركة في مختلف القطاعات الصناعية مثل الهندسية الكيميائية والغذائية والملابس الجاهزة والطباعة، وكذلك في القطاع التجاري وقطاع الخدمات، وذلك لإتاحة 5000 فرصة عمل حقيقية للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا. صرح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد موسى عمران أن الوزارة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجل كبيرة على نهر كونغو بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من 47 ألف ميجاوات. وأوضح عمران أن الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا في نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال إفريقيا وأوروبا، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلا عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهربائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا. أعلن السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت أنه تقرر أن يكون الافتتاح التجريبي للمعبر الحدودي أشكيت قسطل بين مصر والسودان يوم الأربعاء المقبل بدلا من بعد غد الاثنين. وأشار شلتوت إلى أنه تم التأجيل لمدة 48 ساعة بعد تنسيق وتشاور بين وزير النقل المصري هاني ضاحي والمسؤولين السودانيين. وأكد السفير شلتوت أن افتتاح المعبر الحدودي بين مصر والسودان سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والقارة الإفريقية، وإضافة سوق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات. شهدت أعداد مؤسسي الشركات في ألمانيا من أصحاب الأصول الأجنبية ارتفاعا طفيفا خلال العام الماضي. ووفقا لبيانات بنك كي اف دبليو المملوك للدولة، فإن المهاجرين شكلوا نسبة 21% من مؤسسي الشركات الجديدة في العام الماضي في مقابل 19% في عام 2012. ووصل إجمالي عدد المهاجرين من مؤسسي الشركات في العام الماضي إلى 868 ألف شخص بارتفاع بمقدار 93 ألف شخص مقارنة بعام 2012. وشكل الأتراك أغلب هؤلاء المهاجرين ثم الروس والبولنديين. وأكد البنك الألماني أن المهاجرين يمثلون منذ أعوام أحد دعائم تأسيس الشركات في ألمانيا. نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية. شكرا لكم.
شكرا لك مجدة، وبالعودة إلى أخبارنا وإلى تطورات الأوضاع في العراق، حيث أطلق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تحقيقا في حادث إطلاق النار على المصلين السنة في مسجد بإحدى قرى محافظة ديالى. وأعرب الجبوري عن أسف مجلس البرلمان البالغ إزاء استهداف المواطنين العراقيين، وشدد على ضرورة مشاركة الأطراف جميعها في حل الأزمة الحالية. بصفة شبه يومية تشهد العراق تفجيرات وحوادث خطف وعمليات قتل بالرصاص تشبه الإعدام، مما يعيد إلى الأذهان أيام الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2007. فما زال تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق يثير مخاوف وقلق حكومة بغداد وحلفائها الغربيين، حيث تمكن تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة من الاستيلاء على أراض شاسعة من العراق، مستغلين الانقسامات الطائفية وانعدام اليقين في سياسات الدولة، مما استنزف قوة القوات المسلحة العراقية. تواصل داعش هجماتها على محافظات العراق، وكان آخرها إطلاق ميليشيا النار على 68 مصليا سنيا في مسجد بإحدى قرى محافظات ديالى، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع هجمات ثأرية. وقد تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق يشارك فيها أعضاء من مجلس النواب، كما أعلن المجلس عن قلقه البالغ إزاء استهداف المدنيين ودعا إلى احتواء هذه الأزمة. مجلس النواب عن أسف البالغ إزاء الاستهدافات الأمنية للمواطنين الآمنين، وآخرها ما حصل في عملية استهداف للآمنين في بني ويس في ديالى، ويعتبر أن هذه جريمة نكراء. يأتي هذا في إطار السعي الحثيث من جانب العراق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يعد واحدا من السبل التي يمكن من خلالها احتواء المشاكل الأمنية بالبلاد. ويرى محللون سياسيون أن الإدارة الأمريكية أصبحت قلقة من إمكانية تعرضها لاختراق من قبل جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، بل واعتبرتها تشكل تهديدا حقيقيا لكل مصالحها سواء في العراق أو في أي مكان آخر، وذلك بعد مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي بصورة وحشية. وقد أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع قمة في مجلس الأمن الدولي بشأن داعش في الفترة من 24 وحتى 27 من سبتمبر المقبل، حيث ستسلط الضوء على التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في العراق.
أهلا بكم مجددا. جددت مصر إدانتها الكاملة لأعمال العنف والإرهاب والقتل العشوائي التي تقوم بها بعض الجماعات التي تستهدف دور العبادة والمدنيين الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تؤكد على ضرورة تضافر وتكاثف جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تستهدف دولة أو ديانة بعينها، وإنما تستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم. إلى الشأن السوري، حيث نفذ الطيران الحربي السوري غارات على مدينة الطبقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد ساعات من فشل هجوم جديد للتنظيم على مطار الطبقة العسكري. يأتي هذا بينما أفادت تقارير إعلامية بتعرض العشرات لحالات اختناق نتيجة لاستهداف قوات النظام السورية بالغازات السامة منطقة عربين الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق. بعد ساعات من فشل هجوم جديد لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مطار الطبقة العسكري الذي يعد آخر معاقل النظام السوري في محافظة الرقة، نفذ الطيران الحربي السوري غارات جوية على مدينة الطبقة التي يسيطر عليها التنظيم. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطيران الحربي استهدف مواقع للتنظيم في الطبقة بينها المستشفى، أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف التنظيم المتطرف، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من فريق عمل المستشفى. في الوقت نفسه تدور رحى حرب بين مسلح المعارضة والقوات الحكومية في محيط بلدة الشيحة في ريف حماة الغربية، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. وأفاد ناشطون سوريون أيضا بوقوع اشتباكات على عدة محاور في مدينة محردة الموالية للقوات الحكومية بريف حماة. وفي حمص قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي وكذلك حي الوعر، كما ألقت براميل متفجرة على محيط المستشفى الكندي شمال مدينة حلب أسفرت عن دمار كبير. وفي تطور من نوعه للسلاح المستخدم في تلك الآونة، أفادت تقارير إعلامية بتعرض العشرات لحالات اختناق فضلا عن مقتل عدد من الأشخاص نتيجة استهداف قوات النظام السوري بالغازات السامة منطقة عربين الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة بالقرب من العاصمة دمشق. أما في إدلب فقد سقط عدد من القتلى في غارة جوية على بلدة هبيط، بينما تعرضت أحياء في مدينة درعا لقصف مدفعي شنته القوات الحكومية. في المقابل تمكن مسلح الجيش السوري الحر من تدمير دبابة تابعة لقوات النظام في محيط السجن حلب المركزية، كما استهدف الجيش الحر أيضا بصواريخ جراد قوات النظام في بلدة بريف حماة الغربية. نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل استمرار التعديات على مجرى نهر النيل ينذر بتفاقم المشاكل الصحية والبيئية.